Hi everyone, with you Ms. شيماء منير. Welcome everyone. النهاردة هنتكلم عن Connect 3 Unit 3. أحب بس أفكر حضراتكم إن أنا بجيب المتاح الموجود عندي على السوشيال ميديا. لسه الكتاب منزلش، عشان كده أنا بجيب الحاجات المهمة اللي بلاقيها على السوشيال ميديا. طيب النهاردة هنبتدي مع بعض بالكلمات المهمة الموجودة زي Collect Magnets، يجمع مغناطيس، Collect Magnets. Play sports، يلعب رياضة، play sports. Okay. Listen to music، يستمع إلى الموسيقى، listen to music. Draw pictures، يرسم صور، draw pictures. Sing a song، يغني أغنية، sing a song. Take photos، يأخذ صور أو يلتقط صور، take photos. Okay. دي كانت الكلمات المتاحة معايا في Unit 3. هنيجي بقى للجزء الخاص بالverbs، الأفعال. الأفعال اللي عندي النهاردة في Unit 3 زي إيه كده؟ يلا بينا نشوف مع بعض. زي مثلا ما أقول push away، يتباعد، push away. شايف إنها بتعمل إزاي؟ push، push away. أوكي. see، يرى أو ينظر، see again، see. أوكي. Walk، يمشي، walk، يمشي، walk. Okay. يبقى كل ده يا أولاد verbs، أفعال. طيب هنيجي مع بعض دلوقتي، هنا عندنا برضو color، يلون، color، يلون، color. Okay، ده برضو verb. تمام. هنا نتكلم في الجرامر عن present continuous tense. أنا طبعا مش هشرحه بالتفصيل لأنه بالفعل موجود عندي بالتفصيل الممل، وحط لكم اللينك الخاص بيه في أول comment. أوكي؟ بس هنتكلم عنه سريعا، عن تكوينه أو الفورم. بيكون من الفيرب وحط في نهايته ing مع الام والاز والار. ناخد بالنا إن الام بيجي معها I، as بيجي مع he she at، والar مع they والwe والyou. يعني بقول I am playing أو he is taking photos. يبقى am is are verb ing. أوكي. طب آخر جزء معين هنتكلم الفرق ما بين and و but. يلا نشوف مع بعض. and ما بستخدمها بين ربط بين جملتين. يعني بقول I like ice cream and chocolate. أنا بحب الآيس كريم والشوكولاتة. لكن but أنا هنا بقول I like ice cream but I don't like chocolate. أنا بحب الآيس كريم ولكن أنا ما بحبش الشوكولات. شفتوا الفرق ما بين الاثنين؟ سهل جدا. ده كان الجزء بتاعنا النهاردة من Unit 3 Connect 3. Thanks for watching and see you soon. Bye. Thanks for watching and see you soon. Bye.